السلام عليكم، معكم مدونة تايتونز كويت. اليوم راح نتكلم عن جهاز الآيباد برو 9.7 إنش. راح نفتح العلبة ونشوف شنو تحتوي عليه هذه العلبة، وراح نتكلم عن مواصفات الجهاز، وراح نستعرض بعض الأكسسوارات الخاصة في هذا الجهاز. نفتح العلبة ونشوف شنو تحتوي عليه هذه العلبة. لهم معاي، هذا هو الجهاز مثل ما انتم شايفين بهذا الشكل. وعندنا هني الكتيب التعريفي الخاص في الجهاز، وعندنا هني كابل الشحن اللي هو الكابل اللايتنينج، وعندنا هني الادابتر الخاص في الشحن. نتكلم الحين عن مواصفات الآيباد برو 9.7 إنش. الشاشة 9.7 إنش رتنا ديسبلاي. هذه الشاشة غير عن شاشات الآيباد السابقة، هذه الشاشة مطورة أكثر، 25% أوضح، 40% أقل انعكاس، 25% ألوان أدق، بالإضافة إلى خاصية ترو تون اللي تشوف الإضاءة اللي حوالينك أو تقرأ الإضاءة اللي موجودة حوالينك، وتعطيك الأريحية في العين من حيث الإضاءة والألوان في الشاشة. المعالج CPU A9X أسرع من الآيباد Air 2 بمرة ونص، ومعالج مساند M9 اللي يحسن ويساند المعالج الرئيسي ومعالج الرسومات. ذاكرة عشوائية 2 جيجا رام، ذاكرة التخزين 32 جيجا بايت و128 جيجا بايت و256 جيجا بايت. نتكلم الحين عن الكاميرا. الكاميرا الخلفية 12 ميجا بكسل مع فلاش ترو تون، وهذه أول مرة كاميرا الآيباد مرفقة بفلاش، بالإضافة إلى خاصية اللايف فوتو. الكاميرا الأمامية 5 ميجا بكسل مع رتنا فلاش، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 720 HD. نتكلم الحين عن تصوير الفيديو. تصوير الفيديو بدقة 4K عالي الجودة، بالإضافة إلى خاصية التصوير البطيء 240 إطار في الثانية. السماعات، أضافت أبل 4 سماعات على الآيباد برو 9.7 إنش، نفس السماعات الموجودة على الآيباد برو 12.9 إنش. السماعات جدا ممتازة. مستشعر البصمة اللي موجود على الآيباد برو 9.7 إنش هو نفسه الجيل الأول. الألوان، تم إضافة لون جديد الروز جولد، بالإضافة إلى الألوان السابقة السبيس جراي والفضي والذهبي. البطارية بقوة 27.9 واط، البطارية تحسنت وصارت أفضل من بطارية الآيباد Air 2. الشبكة والواي فاي، الشبك في الإنترنت صار أسرع من الآيباد Air 2 من حيث الشبك عن طريق الواي فاي أو عن طريق الشريحة LTE. يعني إذا بدش تتصفح المواقع أو تبتحمل التطبيقات أو تبتحمل أي شيء من المواقع، راح تلاحظ في فرق بالسرعة أفضل من الآيباد Air 2، وراح تلاحظ في الداونلود والأبلود السرعة راح تكون عندك أفضل. ننتقل الحين على الأكسسوارات. الأكسسوارات، أبل بنسل، الآيباد برو 9.7 إنش يدعم أبل بنسل، نفس الأبل بنسل اللي موجود على الآيباد برو 12.9 إنش. يعني ما تحتاج أنك تشتري أبل بنسل جديد إذا أنت عندك الآيباد برو 12.9 إنش وعندك الأبل بنسل الخاص فيه. عندنا أيضا سمارت كيبورد، يدعم الآيباد برو 9.7 إنش سمارت كيبورد خاص فيه، لكن للأسف الكيبورد مو مطبوع عليه بالعربي، لكن تقدر تكتب فيه عربي إذا حافظ أماكن الأحرف، وممكن في المستقبل أبل تضيف سمارت كيبورد باللغة العربية. سمارت كفر للآيباد برو لحماية الشاشة، وسيليكون كيس لحماية الجهاز من الخلف. نتكلم الحين عن أسعار الآيباد برو. الواي فاي فقط 32 جيجا بايت ب 599 دولار، 128 جيجا بايت ب 749 دولار، 256 جيجا بايت ب 899 دولار. الواي فاي مع شريحة LTE 32 جيجا بايت ب 729 دولار، 128 جيجا بايت ب 879 دولار، 256 جيجا بايت ب 1029 دولار. هذا هو موضوع اليوم، أتمنى أني غطيت كل شيء عن الآيباد برو، أتمنى أن الجميع استفاد من هذا الموضوع. إذا عجبكم هذا الموضوع سووا لي لايك وسبسكرايب، إذا ما عجبكم هذا الموضوع سووا لي ديسلايك. أتمنى نشوفكم في موضوع ثاني،
شكرا ومع السلامه.